احتفالا بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق العمل المسرحي الشهير بيوتي أند بيست، تعرض هذه المسرحية في أبوظبي لأول مرة في إطار جولة عالمية للمسرحية. تتميز هذه الجولة العالمية لعروض المسرحية بأنها تضم فريق عمل برودواي الأصلي للمسرحية. اقتبس العمل من فيلم ديزني للرسوم المتحركة الحسناء والوحش من إنتاج عام 1991 والحائز على جائزة الأوسكار. وعرضت المسرحية للمرة الأولى على مسرح برودواي في العام 1994 ورشحت للفوز بأكثر من 6 جوائز توني، واستمر عرضها لمدة 13 عاما. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الممثل في مسرحية الحسناء والوحش ديريك بيد، هاي، وأيضا معنا الممثلة هيلاري مي بيرجر. أهلا وسهلا. طيب، بداية، هذه أول مرة لكما في أبو ظبي. This is our first time in Abu Dhabi. هذه هي المرة الأولى التي وصلنا زرنا في أبو ظبي، وصلنا يوم الاثنين الماضي، وحتى الآن كانت تجربتنا رائعة جدا. طيب، أنا أريد أن أسأل في البداية، هذه المسرحية ما الذي يجعلها مختلفة عن مسرحيات أخرى اقتبست من أعمال ديزني؟ لأن هناك كثير من المسرحيات التي أخذت من أعمال ديزني، لكن الحسناء والوحش فعلا مميزة برأيك. ديريك، أبدأ معك، لماذا تختلف هذه المسرحية عن بقية عن غيرها؟ أستطيع أن أقول إن الجزء المهم في هذا العرض أن الموسيقى فيه رائعة، وهو يحكي عن قصة حب رائعة، وهي قصة نستطيع جميعا التواصل معها، والرسالة التي تقدمها لنا أن الحكم على الشخص بمظهره لا يغنيك عن ضرورة التعرف على جوهره. فمن يحب وحشا رغم مظهره الشخصي يمكنه أن يحب أي شخص في الدنيا. نعم، هي قصة حب تتجاوز كل اللغات والثقافات، وهي طبعا إحدى أطول المسرحيات عرضا على برودواي، وقد احتفلنا بالسنة العشرون، فهي عمل رائع ومميز. هيلاري، لدوما الممثل ربما لا يعيش دور ما يمثله، وربما يقتبسه كثيرا ويؤثر على حياته. أود أن أسألك، إلى أي مدى دور بيل أثر في حياتك؟ نعم، هل ليس بالحقيقة؟ أعتقد أنني لدي الكثير من القواسم المشتركة مع الدور، ولكن أعتقد أن أدائي لذلك الدور ومعرفتي بهذه الشخصية جعلت مني شخصا أفضل وشخصية أطمح لأن أكونها على الحقيقة، وهو دور أعتقد أنني كنت أتطلع إليه وأنظر إليها كنموذج أتمثله وأنا صغير. ماذا عنك ديريك؟ يعني أنت تمثل شخصية الوحش، يعني شخصية متناقضة بعض الشيء. Yes, it definitely is crazy, and it's fun to be the. من الممتع أن ألعب دور الوحش في المسرحية، وهو ولا يخلو من مرح، وفيه وزي كبير، وقد أحسست أن في بعض الأحيان نشعر بأننا مثل الوحش، ولكن من الممتع متابعة الرحلة التي تخوضها الشخصية من تحولهم
من شخص مخيف وحش مخيف إلى شخص محب بسبب علاقة يشعر بها تجاه شخص آخر. فأعتقد أنني شعرت بهذا الأمر في خلال حياتي وأعتقد أنني تعلمت الكثير منها. طيب أنا أريد أن أسألكم أيضا سؤال، تجربة التمثيل والغناء والرقص في نفس المسرحية هل هي سهلة؟ أبدأ معك ديريك. It's one of the best jobs I've ever had. في معظم الأحيان لا نشعر بأننا نعمل عملا جادا، بل نعيش الشخصية ونستمتع بتفاصيلها. وكنت أشارك في أداء أشارك في أداء المسرحية في الولايات المتحدة لعامين. أستطيع أن أقول إن الأمر صعب علي بسبب الزي الذي أرتديه، أنني أضع هذا الزي في هذا الجو الساخن، وهذا أمر صعب بكثير ارتفاع درجة الحرارة والتغيرات التي يدخل فيها جسدك والتغيرات المطلوب مني أداءها لأدخل في الشخصية. ليست من السهولة بمكان. القصة في الأساس هي قصة للأطفال، لكننا نشاهد أن الكبار، الأطفال، الصغار، الجميع يشاهدون عرضكم. كيف استطعتم أن يعني تحولوا هذه القصة الغريبة والعجيبة من قصة للأطفال إلى قصة يستمتع بها حتى الكبار ويشاهدونها بشغف؟ I would say the great thing about Disney is that الأمر الرائع في Disney من مثل هذه الأعمال أنه يمكن تحويلها من أشياء تعجب الأطفال فقط إلى أشياء يمكن أن يعجب بها الجميع. ويمكن لهم أن يتحدثوا بلغة يفهمها الجميع كبارا وصغارا. وهذه الشخصيات كذلك تقول الرسائل يفهمها الجميع. وبالنسبة للأشخاص الكبار يمكن أن ننظر إلى أكثر من جيل يتابع هذا العمل ويستطيع لكل منهم أن يجد ما يتعرف إليه ويستمتع به. طب دعني أسأل سؤال مختلف. الآن العرض منذ 20 سنة مستمر تقريبا في برودواي. أنتما متى اشتركتما في العرض؟ هل كنتم معهم؟ أعتقد أنكم انضممتم حديثا للفرقة. متى بدأتم في هذا العرض؟ أتذكر أنني كنت مشاركا في هذا العرض منذ 13 من عمري. أنا طررت وأنا أشاهد هذا الفيلم، وكنت في 10 من عمري حين رأيت المسرحية للمرة الأولى في لوس أنجلوس. وأتذكر أنني سألت أمي وقلت لأمي أنني سأؤدي شخصية يوما ما. نحن عملنا مع الفريق الأصلي للمسرحية، وهناك الكثير من الشخصيات التي تدربنا معها من المخرجين إلى مؤدي الرقصات إلى مؤلفي الموسيقيين، وهم أعلمون بأن هناك الكثير من المشاركين في هذا الأمر وقدموا لنا الدعم بما يكفي، ولكن نحن كنا جزءا من خلال السنين الثلاث الماضية وليست عشرون عاما. أنتم العرض الأشهر لهذه القصة، لهذه الحكاية. هناك عروض أخرى في العالم العربي وفي أوروبا حاولت أن تمثل الحسناء والوحش بأشكال مختلفة. حتى هناك إذا كنتم تذكرون مسلسل تلفزيوني كان يتحدث عن فينسنت الأسد. لماذا بقيت القصة التي تعرضونها أنتم هي الأفضل والأجمل والأكثر شهرة؟ أعتقد أن الفريق الإبداعي المسؤول عنها حافظ على جمالية العمل الأصلي في الفيلم وحوله
وحوله إلى عمل عن المسرح بدون أن يغير فيه كثيرا أو بدون أن يغير فيه ويضيع من جمال. وبزيادة على ذلك إن العمل إن الخلفية الموسيقية للعمل وكل المقطوعات التي تدخل في العمل تعطي معنى خاصا للقصة وللعمل المسرحي نفسه. طب ديريك هيلاري، يعني نحن نتمنى أن يدوم هذا العرض 20 أو 50 سنة أخرى، ولكن أود أن أسألكم، هل لديكم أي شخصيات أخرى تودون أن تمثلونها، ربما من شخصيات والت ديزني أو غير شخصيات والت ديزني؟ أحب أن أؤدي، وكان حلمي أن أشارك في مسرحية شبح الأوبرا، وأعتقد أن وربما لا يجوز لي أن أؤدي دور فتاة صغيرة وأنا في 50 من عمري، ولكن أحب أن أجرب العمل في هذه وأداء أدوار مختلفة. بصراحة لا أعرف إذا كانت هناك أدوار أخرى أريد أداءها، ولكن أن أكون راويا للحكاية هو أمر أحبه، وأحب أن أواصل أستمر في عمله لبقية حياتي بغض النظر عن الدور الذي يؤديه ممثلا أو مخرجا أو مؤلفا. إذن ديريك بيد وهيلاري ماي بيرجر، شكرا جزيلا لكما، وأرجو أن يستمتع كل أهل أبوظبي بهذه المسرحية الجميلة معكما. Thank you so much. Thank you. We're excited.